أستاذة نبيلة، يمكن لو حضرتك تفتكري معانا زمان كده في مجتمعنا، كنا بنشوف أو بنحس إن ابتلاءاتنا اللي احنا بنعيشها الشخصية بتكون بمعزل كبير جدا عن الدولة دي بشكل أو حقيقة، بآخر. دي الحقيقة. فكرة إن احنا دلوقتي بنلاقي إن في الدولة في حد بيطبطب علينا وبيكبر خاطرنا وبيقول لنا ان احنا قريبين منكم ومش بعاد تمام. وبنحس بيكم حتى في ابتلاءاتكم الشخصية. حضرتك يعني حسيتي ده ازاي؟ وسواء كان من ترشيحك ان تبقي حضرتك الام المثالية او كمان من كلمات سيادة الرئيس النهاردة ليكي في التكريم. يعني انا عايزه اقول لك، انا يوم ما جالي وعرفت ان انا ام مثاليه، يعني كنت في قمه سعادتي، وفعلا يعني حسيت ان الدنيا البلد مش نسياني ولا القوات المسلحه نسياني. يمكن دي هديه كبيره من القوات المسلحه ليا برضو، ومن سياده الريس، ان هم يختاروني ام مثاليه، وفي توقيت في قمه حزني وقمه عارفه المي ووجع قلبي على ابني. فيعني والحمد لله، يعني هو ربنا مقوينا ومصبرنا جامد، بس الحمد لله. يمكن التكريم النهارده دوت برضو حسيت ان يعني سيادة الريس ان ده اخ كبير جاي ياخد بايدينا، يعني بيقول لنا احنا جنبيكم ومعاكم ومتشكرين ليكم على تضحية ولادكم لينا، وبنكرمكم النهارده عشان تعرفوا ان احنا مش ناسيينكم، احنا فاكرينكم وطول عمرنا نفضل فاكرينكم على طول، والقوات المسلحة جنبيكم وفاكراكم على طول الحمد لله. ويوم برضو ما طلعت حج بعد استشهاد ابني ب 40 يوم، كان برضو كرم من قوات المسلحة ليا ان هم اختاروني واني طلعت حج. برضو ده كان يعني تكريم من ربنا ليا، يمكن عشان يخفف حزني شوية. فكرة الحمد التقدير، لله. يعني حتى كمان بعد استشهاد مجند أو رجل من رجال القوات المسلحة. وعايزة كمان يعني أركز في حتة الرتبة، يعني في ناس كتيرة قوي بتشوف إن ممكن التقدير ده يجي لو كان رجل من رجال القوات المسلحة اللي رتبته عالية جدا، ولكن احنا بنتكلم في مجند كان أيوة. لسه بيبدأ حياته مع القوات المسلحة. فكرة التقدير كمان إن يجي حتى لشاب لسه كان بيبدأ حياته مع القوات المسلحة، الفكرة دي حضرتك يعني حسيتيها واستشعرتيها دايما، والاستمرار في التقدير ده. هي دي الحقيقة. بس أنا لعلمك أنا عمري ما كنت أحس، يعني من ساعة ما ابني استشهد ما حسيتش إن في فرق بين أم مجند، أم شهيد مجند أو أم شهيد ضابط. بالعكس يعني سبحان الله، ولا يمكن أنا قناعتي ورضايا ورضا اللي جوايا مش عارف محسسني بأي فرق أبدا. الحمد لله يا رب. وتكريمي أم مثالية الأولى للقوات المسلحة أكد لي الإحساس اللي جوايا فعلا، إن مفيش فرق بين أم اذا كان ضابط او عقيد او اي رتبه وبين ام مجند. بالعكس يعني يمكن ربنا كرمني، وممكن ما يكونش مثلا التقدير ده اي ام مثلا ابنها ضابط او رتبه كبيره خدته، فالحمد لله ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى وكرم من القوات المسلحه عليا برضه. الحمد لله يا رب. الحمد لله.